وتمهيدا للسيطرة على الساحل الأيسر من الموصل والوصول إلى مركز المدينة، توغلت قوات من الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي داخل حي السلام بعد تحريرها حيي الانتصار والشيماء. كاميرا أخبار الآن رافقت هذه القوات لتواكب تحرير حي السلام في الموصل من احتلال داعش. لؤي أمين لديه المزيد من التفاصيل. حاليا نحن داخل أحد السيارات العسكرية مع فرقة المدرعة التاسعة، متوجهين إلى داخل الأحياء الجنوبية الشرقية من مدينة الموصل، تحديدا حي الانتصار وحي السلام، برفقة القوات العسكرية للدخول إلى هذه الأحياء التي تم تطهيرها مؤخرا. أول ما دخلنا إلى حي الانتصار ونحن في بداية الطريق، حدث لنا ثقب في أحد إطارات العربة التي تقلنا، ونحن الآن نصلحها لنكمل طريقنا إلى حي السلام. برفقة القوات الأمنية نحن الآن داخل حي السلام الذي اقتحموه صباح هذا اليوم من ثلاثة محاور، تجري معارك شرسة في داخل الحي. نحن نتقدم للوصول إلى الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة الموصل وكركوك الذي وصلت إليه القوات الأمنية. في الخط الأمامي لحي السلام هذا هو أحد طائرات المسيرة لداعش، حيث يطير بها فوق الجنود والقطعات الأمامية لتصوير القطعات الأمامية مثل ما تلاحظون، مركب عليها كاميرا لاستهدافهم بعد ذلك بقذائف الهوانات وصواريخ الكاتيوشا، ولكن تم إسقاطها من قبل الفرقة التاسعة المدرعة. ونحن نتجول داخل حي الانتصار، التقينا بأحد الأخوة الذي سمى بناته الاثنين تحرير وغدير بمناسبة تحرير حي الانتصار بعد سنتين وأكثر من احتلاله من قبل داعش. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا من أهالي حي الانتصار، وهاي الطفلتين اجوا للحياة بوقت التحرير، سمينا تحرير وغدير. هذه جثث الدواعش على الشارع مرمية هنا. هذه هنا جرت معارك شرسة في حي السلام. دخلنا الآن إلى أحد البيوت لأن داعش بدأ يستهدفنا بأسلحة القناصة، أصبحنا قريبين جدا عليهم. نحن الآن وسط حي السلام والتقدم مستمر من قبل الجيش، لذلك جينا دخلنا إلى هذا المنزل للاحتماء من قناصة داعش الذين بدأوا باستهدافنا. حاليا نحن في الخطوط الأولى من حي السلام، مثل ما تلاحظون المعارك مستمرة للتقدم. وصلت القطعات الأمنية إلى الشارع الرئيسي الرابط بين الموصل وكركوك في داخل حي السلام، ومثل ما تلاحظون المعارك مستمرة، لا نستطيع التقدم أكثر. هذه آخر نقطة من داخل حي السلام جنوب شرقي الموصل. لؤي أمين، أخبار الآن.